وأروعها من داعية ومجاهدة عربية وزوجة مخلصة ومربية فذة، بلغت ذروة المجد يوم بشرها النبي بالجنة. إنها الصحابية الجليلة التي نالت أعظم مهر في التاريخ، والتي أسلمت قبل قدوم النبي إلى المدينة على يد مصعب بن عمير، الرميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية المعروفة بأم سليم، أخت أم حرام بنت ملحان شهيدة قبرص شهيدة البحر، سمعت مبكرا بالإسلام فكانت من السابقات، وأسلمت قبل زوجها مالك بن النضر، فلما رجع وعرف بإسلامها قال: أصبوتي؟ قالت بشجاعة وثقة: لا، ولكني أسلمت. وكانت تلاعب ولدها أنس الرضيع وتقول له: أسلم يا أنيس، قل لا إله إلا الله. فقال لها زوجها: لا تفسدي علي ولدي. وحاول أن يردها عن إسلامها، ولكنه يأس منها فذهب إلى الشام فقتل هناك. ولأنها كانت لبيبة قصد الخطاب بيتها، وكانت من بينهم أبو طلحة زيد بن خالد الأنصاري، وقد اجتمع فيه من الصفات ما يجعله لا يرد، وقدم لها مهرا كبيرا، لكنها رفضت وقالت: أنت مشرك وأنا مسلمة، ولا ينبغي أن أتزوج مشركة. يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض شجرة قطعها فلان؟ قال: نعم. قالت: أما تستحي أن تعبد إلها أخذت نصفه تعبده، وأخذ بنو فلان نصفه فأججوا به نارهم؟ ولكنه حاول مرة أخرى أن يغريها بالمال، فقال: إنما كان مالك فقيرة، وإنما يمنعك عن الذهب والفضة. فقالت: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها أبو طلحة، فكان هذا أعظم مهر في الإسلام. حرصت أم سليم على المشاركة في الجهاد، وكان رسول الله إذا غزا يعتمد عليها في سقي الماء ومداواة الجرحى. وفي يوم حنين اتخذت خنجرة، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: يا رسول الله، إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. وكانت كذلك مربية لا مثيل لها، أحسنت تربية أبنائها، فابنها الأول هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت به إلى النبي وكان ابن 10 سنين، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس خادم يخدمك، فلازمه حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وما ترك النبي شيئا من خير الآخرة والأولى إلا دعا له به. وأما ابنها الثاني فهو الصحابي الشهيد البراء بن مالك، يكفيه أن قال النبي فيه: كم من أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وفي الرجولة والجهاد قتل وحده 100 فارس مبارزة في معركة واحدة، غير الذين قتلهم في المعارك. وأما ابنها الثالث فهو من كان النبي يلاطفه وهو صغير ويقول له: يا أبا عمير، ما صنع النغير؟ وأما الابن الرابع فقد مات لها طفل، قالت: يا أبا طلحة، ألم تر إلى آل أبي فلان استعاروا عارية فمنعوها وطلبت منهم، فلما أنجبته فشق عليهم فقال: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك كان عارية من الله، فقبضه. فلما علم النبي قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فلما أنجبته أرسلت به إلى النبي فسماه عبد الله، وكبر عبد الله وأنجب 7 بنين كلهم قد ختم القرآن. ويكفيها بشارة النبي بقوله: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. Thank you.
Thank you.